السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ماجد الزعابي. توصلني كثير أسئلة في إنستغرام، أستاذ ماجد شنو أحسن ترايبود؟ شنو أحسن جنطة؟ شنو أحسن درون؟ وأنا أقول لكم أحسن شيء إن عندنا AAB وورد، كل شيء تحت سقف واحد. راح نجاوب في هذه السلسلة عن هذه الأسئلة، حياكم معي داخل المبنى. الترايبود، الستاند، هذا يسمونه مونوبود، يعني أحادي، تمام؟ وايد توصلني أسئلة عن شنو أحسن ترايبود يا ماجد أنت تستخدمه. الترايبودات في شيء يكون سعره رخيص، في شيء يكون سعره غالي. شنو يعتمد عليه؟ يعتمد على المادة المصنع فيها. دائما أقول لك أخذ الترايبود يكون مونوبود، ولا ترايبود يكون كاربون فايبر، راح يكون وايد خفيف، راح يكون وايد قوي، ولكن سعره مرتفع، بس سعره فيه. عندك اللي بعده ألومنيوم، إذا تحس إنك أنت ما تقدر تاخذ الكربون فايبر تروح حق الألومنيوم، بعدين تروح حق الحديد، واللي أنا ما أنصح فيه لأنه ثقيل ويعني يكون سعره وايد رخيص. أهم شيء لما تاخذ ترايبود تشوف شنو عدتك، شنو عدستك، توزنهم كم وزن 700-200 مع البادي اللي عندك. إذا كان مثلا 10 كيلو تاخذ الورقة على طول هذه وتشوف الماكسيمم لود اللي عليها، مثلا هني مكتوب 16 كيلو، فهذا يقدر يتحمل 16 كيلو، بس مو تحط عليه 16، حط عليه شيء اقل، يعني غالبا 700-200 مع بادي راح يكون ممتاز جدا. ثاني شيء انا ليش اخترت البنرو؟ لانه كاربون فايبر. ثالث شيء انا احب هذه الطريقه في الليكس، بحيث ان انا اقدر ابطل بسرعه واقدر اسكر بسرعه، واسكرهم بهالطريقه هذه. على عكس انه مثلا المنفرط مثلا في هذه الطريقه، في ناس يفضلونها، بس انا بالنسبه لي حق الوايلد لايف احب دائما ان اكون سريع. انا شخصيا عندي هذا الترايبود، ليش ما اخذ هذا الترايبود؟ حق صناعه المحتوى وايد ممتاز. اول شيء كاربون فايبر، ثاني شيء نفس الشغله اللي انا احبها، ثالث شيء يصير تيبل توب. يعني شنو تيبل توب؟ يعني يصير 90 درجه. شوف السهوله في موضوع التيبل توب، انا بس افتح الزرين هذين، ارفع هذا، في زر هني اضغط على الزر تك، صار عندي الحين تيبل توب، اقدر افتحها بهالطريقه هذه لحظه، وبعدين احط التلفون، احط الكاميرا بكل سهوله. انا صار عندي 90 درجه هني، اقدر احط حق منتجات وابدا اصور. فاللي يحتاج تيبل توب، حتى تقدر انت تفتح الارجل اكثر، وتبي تاخذ لك زاويه نازله مثل هذه الطريقه مثلا، لاحظوا ايش كثر الكاميرا راح تنزل، وتقدر تاخذ الزاويه اللي انت تبيها، مجرد ما انت تسكر هني راح تسكر معاك، راح تبدا تاخذ زوايا حق المايكرو، تبي تاخذ زاويه ارضيه، وايد فلكسبل هذا الترايبود. كمصور وايلد لايف ما استغنى عن المونوبود، ليش؟ لانه وايد استخدمه حق العدسات الكبيره. الحلو في ترايبودز البنرو انه في علامه، لو تشوفونها هذه العلامه، انك تقدر تستخدم الترايبود، تراي يعني ثلاثه، مونو يعني واحد، فتقدر تستخدم هذا كمونوبود، فانت يصير عندك هني ترايبودين او جهازين في جهاز واحد، وهذا الحلو في ترايبودات من طبعا بعصر السوشيال ميديا دائما يكون معاك مثل الغوريلا بود، حق تلفون، حق الكاميرا الاكشن، ضروري ضروري يكون معاك، تقدر تثبته باي مكان. بعضهم يكون فيهم ماجنت تقدر تحطه على مكان مغناطيسي ويثبت معاك. دائما صور بيهايند ذا سين، حتى لما يكون عندك كاميرا احترافيه خل عندك بيهايند ذا سين غوريلا بود، قاعد تحط على التلفون تصور تايم لابس، تصور فيديو خلف الكواليس. بالختام ابيكم تكتبوا لي بالكومنت شنو تستخدم الترايبود، وشنو ناوي تاخذ لك الترايبود. يعطيكم العافيه.